اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده في فيديو جديد، وهنكمل الكلام عن مفتاح قلب كل برج من الابراج اللي خلصنا الجزء الاولاني. اتكلمنا فيه عن بدايه من برج الحمل لحد برج العذراء. هكمل العذراء بعد كده هنكمل بقيه الابراج. الجزء الاولاني لو انتوا اتفرجوا على الانستجرام هتلاقوه موجود، او هتلاقوا بقيه الفيديوز موجود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يعني بارت 1 وبارت 2. طيب اتكلمنا اوريدي، معلش انا الجزء الاولاني كنت بجري بسرعه جدا عشان كان عندي ميتنج بره وكان لازم الحقه، فكنت مستعجله. فانا هركز بقى المره دي، حتى لو في حاجات تانية هنراجع عليها بتاعه انا ايفن بتكلم وانا لسه راجعه بالشنطه وقاعده مستقنيصه كده. فاحنا ايه لايف بقى، واي حد عنده سؤال يكتبه لي تحت يا جماعه. طيب يبقى احنا النهارده هنتكلم عن ازاي تقدر تجذب كل برج من الابراج علشان يحبك، او علشان تقرب او كصداقه، او ان انت تبقى قريب منه. يعني نرجع تاني لبرج العذراء. برج العذراء زي ما قلنا ان هو برج بيفكر بعقله، فعشان تجذبه لازم تاتراكت عقله. عمر ما برج العذراء هيجري وراك بقلبه لو هو مش مقتنع بعقله، فلازم تبهره عقليا الاول علشان تقدر تجذبه يعني كحب او كمشاعر. برج العذراء بيحب الناس الناجحه، بيحب الناس الطموحه، بيحب الناس اللي عندهم بلانز في حياتهم، بيحب العلاقات المستقره، العلاقات الطويله المدى. لو حاسس ان انت بتلعب او بلاير او ان انت داخل كده حاجه مؤقته هيبعد عنك. هو ما بيحبش الحاجات المؤقته. هو حتى لو حد جه يقول له انا معجب بيك، تقريبا برج العذراء ممكن يساله سؤال غبي جدا يقول له طب احنا هنتجوز امتى. فلو انت معجب ببرج العذراء تدخل عليه داخل الصح، داخل الفورمال، يعني مش هتقول له عايز اتجوزك، بس تقول له انا انترستد بيك وعايز اعرفك اكتر مثلا. برج العذراء كمان من الابراج اللي بيحبوا الناس الكريمه، يعني هو ما بيحبش الناس البخيله لان هو كريم، بيحب الناس الطيبه، بيحب الناس المعطاءه، الناس الحنينه، وبيحب الاهتمام. يا جماعه لو انت ما اهتمتش ببرج العذراء اعرف ان انت هتخسره. العذراء بيحب الشخص اللي معاه يكون مهتم بيه، مهتم بتفاصيله، لان هو شخص بيهتم جدا جدا بالتفاصيل، فهو ادكتد للتفاصيل. فبالتالي علشان انت تبقى تجذبه لازم تحسسه ان انت مهتم بالتفاصيل بتاعته. اوكي، تفاصيل حاجة مهمة جدا جدا في حياة برج العذراء. هو تلاقيه بيهتم بكل التفاصيل اللي انت بتقولها له، بيهتم بكل حاجة مهمة بالنسبة لك. فبالتالي انت كمان لازم تكون مهتم بكل تفاصيله اللي هو هيقولها لك عشان يبدأ ينجذب ليك. كمان برج العذراء بيحب الشخص اللي يتابعه، يعني اللي هو مثلا ايه تصحى الصبح تقول له صباح الخير، يعني بيهتم قوي ان انت تدخل في حياته وانت تشجعه على الشغل، وان انت تهتم بتفاصيل شغله، تفاصيل صحابه، حياته الاجتماعية كده. اوكي، طيب ولازم تكون طموح، ولازم تكون شخص ناجح لانه بيحب الناس الناجحه، بيحب الناس اللي بتعرف توصل لاهدافها، مش لازم يعني هو بيحب الحاجات دي. طب برج الميزان من الابراج الهوائيه، يعني لازم تديله حريته، لازم تسيبه ينطلق لانه بيحب الانطلاق، بيحب الخروج، بيحب الفسح، بيحب التغيير، بيحب الناس اللي بتهتم بشكلها قوي قوي قوي. الميزان زي الحمل وزي الجوزاء، لازم تهتم بشكلك، لازم تهتم بجسمك. هو بيحب البنت او الراجل يحب الست جسمها حلو قوي، الست تحب الراجل موثوق القوام. لازم تكون متحدث لبق لان الميزان برج رومانسي، بيحب اللباقه، بيحب الشخص الناجح، بيحب الشخص الطموح، بيحب الشخص اللي دمه خفيف وبيهزر وبيضحك، لان هو ما بيحبش الناس النكديه. الميزان بيكره النكد جدا. لازم ما تكونش شخصيه منفتحه قدامه، يعني لازم تكون غامض، لان برج الميزان من الابراج التي تعشق الغموض. لو انت عايز تجذب برج الميزان لازم تكون شخص غامض جدا علشان تقدر تجذبه. هو بيحب الناس الغامضه كده الصعبه، هو بيحب التحدي. برج في ابراج تانية بتحب الناس الصعبه، زي مثلا برج العذراء بيحبش الناس السهله بالنسبه له اللي بتيجي تترمي عليه. العذراء لو انت اتدلقت عليه هيبعد، فهو دايما عايز حاجه صعبه، عايز حاجه فيها تحدي. كمان الميزان كده بيحب الناس الغامضه. لازم تهتم بشكلك، لازم كمان تكون شخصيه قويه، لان الميزان من الابراج اللي ما بيعرفش ياخد قرارات، فدايما محتاج اللي معاه هو اللي ياخد له قرارات، هو اللي يدعمه، هو اللي يكون مصدر دعم ليه. هو بيحب السبورت من بره. الميزان عايز حد يزقه شويه، فبيبقى حاجه مهمه جدا ان حد يجي يشيل مسؤوليه شويه، او ان هو يعني يبقى تساعده في اتخاذ القرارات، لان هو شخصيه متردده جدا جدا جدا. طيب ندخل بعد كده على برج العقرب. قولوا لي يا جماعه انتم متفقين معايا ولا لا، والناس اللي لو مختلفين معايا قولوا لي السبب. في حد بيقول لي حلوه قوي عينيكي، والله يا جماعه دي لينسز اصلا وده فلتر، فيعني بس ايه يعني معين انا، بس انا حاطه ميك اب حلو النهارده، انا لسه راجعه من بره فحاطه ميك اب حلو، فالميك اب بقى حلو مع فلتر، فالدنيا مولعه في الدنيا. طيب ندخل بعد كده على برج العقرب. برج العقرب عشان تجذبه لازم تكون دمك خفيف، وبيحب الناس دمها خفيف، بيحب الناس الغامضه لان هو غامض ما بيحبش حاجه سهله. العقرب عايز حد غامض،
العقرب برضو بيحب الناس الناجحه، الشخصيات القويه، لان هو شخصيه قويه، شخصيه قياديه، فعايز شخصيه قويه، يعني هو عايز حد بيحس ان هو شخصيه، عايز حد حنين. العقرب بيحب الحنيه، بيحب الحب، بيحب الاهتمام. طيب برج العقرب كمان من الابراج اللي بيحب الناس اللي عندهم بلانز، اللي يقدموا لهم سكيورتي، لان العقرب شكاك جدا وغيور جدا، فلازم يحس ان انت هتديله حنان، هتديله حب، هتخليه يثق فيه وهتخليه ما يشكش فيك، لان العقرب لو شك فيك هيبعد عنك. العقرب برج غيور وشكاك جدا جدا، فلازم تديله حته الثقه والثقه والامان في الشك والغيره. الحمل كده برضو، الحمل غيور وشكاك، الثور غيور وشكاك، العذراء شكاك، العذراء مش غيور بس شكاك. اوكي قولوا لي الكلام ده بتتفقوا معايا يا جماعه ولا لا؟ شكرا يا جماعه والله على الكلام الحلو ده، الفلتر عمل شغل جامد، هو فلتر بصراحه والميك اب، يعني خلاص بقى احرجتوني يا جماعه، بتكسف بصراحه. برج عذراء بيتكسف يا جماعه زي كده، انا بتكسف وخجوله. طيب ندخل بعد كده على يا لهوي نسيت اجيب الشحن النهارده. ندخل بعد كده على برج القوس. برج القوس زيه زي الدلو، زي الجوزاء، زي الميزان، اديله حريته، بيحب الحريه، بيحب الانطلاق، بيحب الفسح والسفر والخروج والاكل، بيحب الاكل قوي، وممكن يسافر مكان علشان ياكل فيه. برج الجوزاء كمان سوري القوس من الابراج اللي عايزك تنطلق، ما عايزك تكون مجنون، يعني ما يعني لو هتبقى عاقل بقى وتمشي بالعقل مع برج القوس هيبعد عنك ومش هيقرب منك خالص، يعني هو عايز حد مجنون زيه، عايز حد ينطلق معاه، عايز حد يخرج ويتفسح ويعمل حاجات مجنونه ومتهوره، ويحب هو السفر جدا، يعني لازم تكون منطلق وبتحب السفر وبتحب الخروج بتحب الانطلاق. كمان برج القوس من الابراج اللي ما بيحبش حد يقيده، ما بيحبش حد يمسك حريته، ما بيحبش ناس الخنيقه النكديه، ما بيحبش حد يلومه ويعاتبه، بلاش تلومه وبرده الجوزاء ما بيحبش اللوم والعتاب، يعني ما بيحبش اللوم والعتاب خالص، الدلو كمان كده، فاياك تلومه واياك تعاتبه، سيبه ينطلق، ما تحددهوش، ما تمسكش حريته. ندخل بعد كده على برج الجدي، عشان تجذب برج الجدي زيه زي الطور زي العذراء، لازم تكون طموح، لازم تكون ناجح، لازم تكون شاطر في شغلك، لازم تكون هادي، دمك خفيف، وما بحبش الناس المجنونه، يعني مثلا ال- 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 الجدي ما بحبش الجوزاء خالص، ما بحبش الدلو، هو بيحب الناس الراسيه الهاديه اللي عندهم ثبات انفعالي، اللي مش بتكلم كتير، اللي مش رغايه التقيله، فلازم تعملوا كده. اوكي يا جماعه كمان لازم تكون طموح، لان الجدي طموح جدا، لازم تكون بتفكر بعقلك عقلاني، ما تكونش اهبل ومجنون، بس يكون دمه خفيف، هما بيحبوا ناس دمهم خفيف، وما بيحبوش الناس اللي بتتكلم وخلاص، بيحبوا الناس اللي بيتكلموا على قد اللي بيتكلموا يعني عارفين هما بيقولوا ايه، عارفين هما بيعملوا ايه. كمان برج الجدي من الابراج اللي بيحب الاستقرار، بيحب العلاقات المستقره، بيحب العلاقات العقلانيه، بيحب يحس ان انت قادر تعتمد على نفسك، وهو قادر يعتمد عليك وقادر يثق فيك. اوكي وما بيحبش على فكره الكلام الكتير والرغي الكتير وتقعد تحور، خليك ستريت فورورد وخليك دايركت مع برج الجدي. وهو على فكره الجدي مش من الابراج اللي بتقع في الحب بسهوله، فوانس ان هو هيقع في الحب معاك يقول لك انا عايز اتجوزك وعايز ارتبط بيك، هو مش بلاير، يعني في ابراج بقى بلاير، هنعمل فيديو نتكلم عن مين الابراج البلايرز ومين الابراج اللي مش بلاير. حاضر يا سماح، هنعمل فيديو يا جماعه عن الابراج الاكثر دقه ملاحظه اللي هم بيدققوا قوي في التفاصيل، عشان استاذه سماح نفسها في الفيديو بتقولي طلبت منك اكتر مني، انت تأمري يا سماح. طيب ندخل بعد كده على قولوا يا جماعه الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، وبليز تعملوا شير للناس اللي انتوا عايزينهم يسمعوا الكلام ده. ندخل على برج الدلو. برج الدلو ده من الابراج اللي بحبها جدا، عشان ده برج عموري حياتي وروحي وقلبي. برج الدلو مش عايز حد عنيد، عايز حد بقى يبقى ايه اوبن مايند كده، منفتح محبي للحياه، بيحب السفر، بيحب الخروج، وبيحب الانطلاق، مش نكدي مش نكدي مش نكدي مش نكدي، ما بيلومهوش وما بيعاتبهوش، ما بيمسكش حريته، كرامته بتنقح عليه قوي، ما بيحبش الناس اللي بتكذب، لان الدلو مش بيكره الكذب وهو مش كذاب، يعني الدلو مش من الابراج اللي بتكذب، عايز حد انسان في نفسه كده، بيهتم بالانسانيه، عايز حد يستحمل المودية بتاعته، لان هو مودي جدا ومزاجي جدا ومزاجه بيتقلب بسرعة قوي، عايز حد يبقى صعب، الدلو عايز حد مش سهل، عايز حد رابط، حد صعب يبقى صعب بالنسبة له، انت لو اتدلقت على برج الدلو هيهرب، في ابراج كده لو انت اتدلقت عليهم اعرف ان الابراج دي هتهرب، هو ما بيحبش الاهتمام قد ما بيحب الناس تقيلة، فالدلو من الابراج اللي لازم تكون تقيل عليه ما تدلقش عليه. كمان لازم تكون عقلك عندك عقل، الدلو انت مش بتجذبه بالشكل بقى واللبس والحركات، لا الدلو انت بتجذبه
بالمنطق بالعقل هو فيلسوف، يحب الناس الفيلسوفه اللي زيه. فالفلسف على برج الدلو هيحبك قوي، يكلمه بالعقل كده وحاول ان انت تتفاهم معاه، هيحبك وهيعشقك وهيدوب في هواك يا جماعه. طيب ندخل بعد كده على برج الحوت. الحوت بقى دي له حب حب حب، شوق شوق شوق، وحشتني وبموت فيك وبحبك. هو عاشفي عاطفي، بيحب العاطفه، اديله عاطفه عاطفه على قد ما تقدر. الحوت بيحب النظام، خليك شخص منظم مرتب نظيف وعاشق للنظافه. يا جماعه انا مامتي ابله نظيفه، وماجد زميلي في الشغل برضو يعني مستر، عشان هو معايا في نفس المكتب، نظيف. هم برج الحوت نظاف جدا كده، ما بيحبوش الهرجله وبيحبوا. بعدين بقى قماصين جدا، فلازم تراعي شعوره وتهتم بتفاصيله وتديله اهتمام بقى، وتحسسه انه حاجه كبيره وحاجه عظيمه قوي في حياتك، زيه زي زيه زي الحمل. الحمل والحوت يحبوا اهتمام اوفر اوفر، والعذراء كمان يعني، بس هما دول اكتر من العذراء. طيب الحوت غيور جدا، فلازم تراعي حته الغيره ومتسلط، فلازم تكون كويس معاه. بس ده مفتاح قلب كل برج من الابراج، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، وكل واحد يقول لي هو برج ايه ومفتاح قلبه ايه. انا كرشا، انا رشا مراد، يلا هبتدي بنفسي، انا رشا مراد برج العذراء، انا 3/9 يا جماعه. كل واحد يكتب لي برده تاريخ ميلاده امتى، حلوه اللعبه دي عشان نشوف مين الناس تاريخ ميلادها زي بعضها. انا 3/9، انا برج العذراء، انا مفتاح قلبي في الاهتمام. انا لو شخص اهتم بتفاصيلي وحسيت انه مهتم جدا وبيركز في كلامي وبيهتم بيا وبيتابعني والحاجات دي بحبها جدا. وتاني حاجه احب الشخصيه الطموحه، احب الشخصيه القويه القياديه، احب الشخصيه الناجحه، احب الشخصيه اللي اثق فيها واحس ان انا محتاجه اخد رايها، او محتاجه ان انا ارجع لها في حياتي، او ان انا اخد رايها، ان شخص اثق فيه. اوكي، فانا بالنسبه لي الثقه دي حاجه، الثقه والامان، ان انا احس بالامان في العلاقه. الابراج اللي مهمه جدا عندهم الثقه، نعمل لها فيديو هم كمان. طيب كل واحد يا جماعه يقول لي هو برج ايه وتاريخ ميلاده امتى، وايه اكتر حاجه بيحبها في حياته، او ايه اكتر حاجه مفتاح قلبه ايه. اوكي، انا مفتاح قلبي ان انت تخليني اثق فيك وتخليني اعتمد عليك وان انا ارجع لك في اي حاجه. طيب في حد بيقول لي رشا انت بتهتمي ببشرتك ازاي؟ والنبي يا شيخه بشرتي ده طالعه لي حبايه هنا، بصوا شايفينها مطلعه عيني مورمه لي بقي. ويعني بعمل لكم فيديو عن الكوزماتكس بتاعتي، عن الكريمات اللي بستخدمها. في حد بيقول لي ايه لون الروج اللي انا حطاه ده؟ ماك، بس مش عارفه درجته كام، والله مش عارفه يا جماعه. ودي لانسز، دي مش عينيا، عينيا مش زرقاء، انا عندي العين لون وعين لون. عامله عمليه في اسناني يا جماعه، عندي سنه مفقوده، ان شاء الله هركبها مع دكتور محمد قطامش، انتظروني، مش هتعرفوني بعد كده، انا مش عارفه اضحك اصلا، ادعوا لي بس اخلص سناني عشان الموضوع كبير قوي قوي قوي، محتاج فلوس كتير، انا محتاجه اختني يا جماعه، يعني تبرعوا لاخويكوا. طيب بيقول في حد بس سالني سؤال مهم، مين اكتر برج بحب اتعامل معاه؟ برج الحمل، انا عاشقه لبرج الحمل، برج الحمل اكتر برج. طب حلو السؤال ده يا جماعه، كل واحد يكتب لي مين اكتر برج معاه مفتاح قلبه او بيعرف يتعامل معاه في الحب والعاطفه. انا بحب برج الحمل جدا، اكتر برج بحبه هو برج الحمل نمبر 1، لو بعديه تور، بعديه تور بس. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، اعملوا شير كتير كتير لاي حد محتاج يسمع الكلام ده. ثانك يو، باي باي. ويا جماعه بليز كمان اكتبوا لي تحت تاريخ ميلادكم، كل واحد اتفرج عليا من فين، ويقول لي ايه مفتاح قلبه اكتر برج بيتفق معاه في الحب. ده حلو السؤال ده. بعد كده في اي فيديو يا جماعه لما اجي اقول لكم على يعني على اسئله جاوبوها، بليز كل الناس اللي عندي على الفيسبوك يجوا عندي على اليوتيوب، يجوا عندي على الانستجرام، اكتبوا رشا مراد كده، هتلاقوا بقى الايه، هتلاقوا الصفحه او الباج، اعملوا لي فولو. اوكي، ثانك يو، باي.